اهلا بيكم من الفاصل ومعانا دينا. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. بتسالني عجبك الشغل؟ طبعا طبعا. يعني بصوا احنا هنتفرج بقى مع بعض على شغل الخشب ده اللي دينا عامله. انت مبدئيا بس عايز اسالك، انت باديه فيه بقالك قد ايه او من امتى؟ 5 شهور. من 5 شهور؟ اه بجد؟ اه والله من 5 شهور بس وعامله الشغل ده؟ اه الحمد لله. ما شاء الله عليكي بجد. انت علمتي نفسك؟ اه مع نفسي، ما خدتش كورسات حتى بجد. اونلاين اتفرج على فيديوهات كتير لحد ما بدات اتمكن من التكنيك نفسه. تمام بس. ده انا شايفه برضو ديكوباج، صح؟ ديكوباج اه. وتعتيق. ده ورق، ده برضو ده مش رسم، ده ورق. اوكي ديكوباج تحفه. طيب سؤال، انت البرنامج شجعك تعملي ده؟ اه الفقرات الصراحه اللي بتيجي هنا تشجع ان اي حد عايز ياخد فرصه في ان الناس تشوف شغله، فطبعا ما شاء الله. بجد والله انا سعيده جدا، لان انا شخصيا انا عرفت شغل دي كوباج ده هنا. وشغل الخشب انا عرفته هنا من من الفقرات اللي كانت موجوده، انا ما كنتش اعرفه برضو والله. فانا سعيده جدا ان انت اتشجعتي من اللي شفتيه هنا وطبقتي وفتحتي مشروعك. طبعا. بجد سعيده جدا، مولوده البرنامج. ربنا يخليك حبيبتي، نوراني. سميتي نفسك اسم معين على الانستجرام ولا لا؟ اه اي ان زي ان زد هوم ديكور. برافو. بس حاجه بقى، طلب بقى. بما ان الناس بتتفرج كده، تعالي كده في حضني حبيبتي. أيوة. بما ان الناس بتتفرج والحمد لله في مشاريع بتطلع، ارجوك وتسموا اسامي صغننه وتتلقط بسهوله. عشان ايه بالظبط؟ عشان لما الواحد يعمل انستجرام او فيسبوك ما يبقاش حاجه طويله وبحروف كتيره ونقطه ومش عارفه ايه، في الدنيا الواحد بيتوه. لان انا بعد بالظبط الحلقه بقف واروح ايه واخده اسمك على الانستجرام، فبلاقي ان الموضوع بيبقى طويل 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 والاقي نفسي بتوه بقى. فاكيد الناس اللي بعدي بيتوهوا بقى لما بيلاقوا كده، فتسهلوا الاسامي قوي ده عامه للناس عشان ايه تلاقيكوا على طول ان شاء الله. ان شاء الله، الف مبروك. طيب احنا مبدئيا بس عايزين نشوف وبعدين نبتدي نشوف اللي انت هتعمليه. تمام. انت ابتديتي كمان شغل بقلل؟ اه. حلوه كحاجه رمضان وحاجه حلوه من التراث بتاعنا. حلوه جدا، جميله جدا جدا. انا اول ما ابتديت شغل هندي، الستايل الهندي ده. اوكي تعالي نجيب كده على دي ستايل الهندي اللي هو الفيل. اه الفيله كلها والشغل بالتنقيط ده، كل ده ستايل هندي. اوكي. وتعرفت بيه. جميل قوي. تعرفت بيه فتره طويله، بعد ما تعرفت بيه خلاص علمت مع الناس بيه، بدات بقى ادخل خامات تانية، ادخل خوص، ادخل تيشو بوكس عليها رسومات تانية مختلفه، حاجات للمطبخ. حلوه قوي 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 يعني. وشايفه كمان في الفيل ده، ده انت عامله ده ريزن اه. اوكي. فقالب بيتصب فيه على الوشين وبعدين بجمعهم. وبعدين ببدا اشتغل عليه برده ديكوباج ونحاس. ما شاء الله. حاجات الفيل دي نحاس. تحفه. ممكن امسكه عشان الناس تشوف؟ اه لا هو باين كده خلاص. بصوا ما شاء الله بجد، يعني عامله كذا واحد. تسلم ايدك، تحفه. تسلمي. والله سعيده، حاسه انك عارفه كانك بنتي كده. والله العظيم بنتي كده طالعه من البرنامج. زي مره جوزت 2، يعني انا خليت 2 يتعرفوا واتجوزوا بعض وخلفوا، حسيت ان بنتهم بنتي فعلا. عشان سبحان الله. طيب نكمل مع بعض. انت عامله كمان حاجه المناديل وصواني وعلب وطبلوهات وعلب. حلوه قوي. وهناك وده برضو، ده برضو علب بتتفتح. تمام. تمام. حلوه قوي الحركه دي. نحاس. اه شغل النحاس معاه بيدي له قيمه عاليه جدا. الشغل بشكل مش طبيعي. تحفه. شيك قوي قوي قوي، تتحط فعلا حاجه كده في الريسبشن. في الريسبشن فعلا. برافو عليكي. الحاجات دي بتتباع جاهزه صح؟ اه كله جاهز وكله متاح وموجود. دول وكده دي صبغات على فكره الواحد يركب. طب والعلب دي جبتيها منين؟ ورشه بتعملها لي مخصوص، مقاسات انا اللي بديها لهم وهم بيعملوها لي. تحفه. حلو جدا. تسلم ايدك. تسلم. نرجعها بقى كده هنا عشان تبان. تمام. انت بقى هتورينا دي هتشتغل ازاي او هتعمليها ازاي. طيب دي مبدئيا انا بدات اسست اللون الاول، عملت اللون اسود الاول. أوه. تمام. وبعدين بالشمع العادي اللي هو اللي بنشغله في البيت ده بجيبه، بس اللي يبقى يفضل يبقى لون فاتح، وببدا على اللون الاسود نفسه امشي عليه من جميع النواحي عشان اعمل طبقه عازله على اللون اللي هيتحط فوقيه. تمام. تمام. وبعدين بدهن اللون الابيض. ده. وبعد كده اول ما بينشف اللون الابيض بمسك حرك سلك اللي هو الخشن الستانلس ده. اه وببدا اكحت. بس مش الناعم، الخشن. اوكي.
وببدا اكحت المناطق اللي انا عايزه اعمل لها تعتيق عشان يبان ان الشغل مع التقديم. ايوه بس وببتدي بقى اشتغل عليها. اول حاجه طبعا لازم اشيل الاقفال الاول عشان ما دهنش والاقفال محطوطه فيبين الحاجه مش بروفيشنال. صح. تتركب في الاخر اي اقفال تتركب في الاخر بس. وبعد كده ببتدي بقى احط اللي انا عايزاه. يعني ده مثلا يعني ما حدش هيصدق طبعا ان ده تاتو. ده تاتو. تاتو اللي بيتلزق بس. تاتو بيتباع ولزقتيه هو بتاع الجسم العادي ده بس. تمام. انا بوظفه في الشغل بتاعي وده برضو نفس القصه. يعني دي واحده انا صورة. بصراحه عمري ما جبت تاتو بس انا اخري كان اللي هو بيتباع والتاتوات الصغننه في بتاعه اللبان دي عارفاها هم دول اخري بس بحطه كده وببدا عليه بالميه اهي. اوكي برضو بيتعاملوا بالميه في ثواني بتلاقيها طلعت وتلاقي الشكل مختلف خالص. بيسهل لو حد مش هيعرف يعمل التكنيك ده بالنسبه له يعني سهوله غير طبيعيه. تمام. استنى عليها شويه صغيرين. ودي بتاخد وقت قد ايه عشان تطلع العلبه؟ لا تتعدى الربع ساعه بكتير. ربع تطلع واحده. لا اقصد دي عشان تلزق. دقيقتين بالظبط. دقيقتين. لا طيب احنا هنروح لفاصل. طبعا. تكون دي خلاص اخذت وقتها ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل. فاصل ومكملين مع دينا ديكوباج. انت كنتي واقفه عند حاجه البلوكه بالمنديل عشان نطبع الرسمه. في حاجه بس بالفاصل اكتشفتها هنقولها بعد ما ما تعبت. كملي. تمام. بعد كده بقى خلاص اتلزقت بشيلها بالراحه خالص. وطلعت كده تحفه. ده اللي هو شكل التاتو اللي بيتباع. وبيديني شكل المندله. اوكي. المندله اللي بتتعمل بالاقلام وكده. ايوه وبتعمل. ايوه صح دي بتسهل صح. شكلها جدا وخلاص شكلها حلو. بعد كده بدهنها بالسبراي الشفاف وخلاص بركب الاقفال بتاعتها وخلاص على كده بقى. أوكي. بوكس تحفه تحفه تحفه. اللي هو السبراي الشفاف اللي هو الدوك الشفاف. دوك بتاع العربيات ده. هو ده. تمام. بس بيخلي بالك عشان ريحته مش كويسه. هي بقى لازم جيد التهويه. ايوه صح. برافو عليكي. وده سبيشال جيفت ليكي. شكرا. دي رمضان. دي جميله قوي. بصوا تحفه. ده للشاي الباكت والبواكي بتاع الكابتشينو والنسكافيه الحاجات دي. حلوه قوي تحفه. ميرسي جدا. حلوه جدا. شكرا. تسلمي لي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. تسلم ايدك. انت بقى انا عرفت ان انت في الفاصل عرفت ان انت خاسه قد ايه قلتي؟ 10 كيلو. 10 كيلو في قد ايه؟ في شهر وثلاث اسابيع. انت تبعتي الخطوات بتاعتي وخسيتي. مقلله اكلي ولو في جوع في النص باخد السناك بتاعي خيار خاص الحاجات دي جنزبيل قرفه طبعا وعصره الليمون ده اساسي بقى الليمون 24 ساعه عندي وبرده الشاي بعد الاكل بنص ساعه عليه عصره الليمون والعشاء زبادي اساسي وعليه الليمون. والله أساسي. انا مبسوطه جدا. حاسه بفرق بقى في صحتك ده اهم حاجه. طبعا في الحركه مختلفه خالص في المجهود حتى كل حاجه. طب ايه اللي خلاكي تعملي النصايح بتاعتي ما رحتيش عملتي اي ريجيم جربتي؟ عشان مش هرجع عليها تاني. مش هرجع اتخن تاني على النصايح دي. انت عرفتي المعلومه دي منين؟ عشان جربت الريجيم اللي قبل كده فتخنت عليه جامد مجرد ما وقفته. يعني انت سمعتي ان لما الواحد يعمل النصايح بتاعتي ما بيرجعش تاني. طبعا ده نظام حياه وبعدين بستمر عليه العمر كله. انا مش محرومه من حاجه برضه. وانك خسيتي 10 كيلو في اقل من شهرين. ده ممتاز. ده حلو جدا. اوعى تبقوا عايزين تخسوا 10 كيلو في شهر. ده مش كويس خالص. هترجعوهم تاني. 10 كيلو في شهر وثلاث اسابيع يعني ده ممتاز. حلو جدا 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 بجد. وان شاء الله لا مش هتزيديهم وان شاء الله يعني على رمضان هتكوني نزلتي اكتر كمان ان شاء الله. عشان رمضان دايما بيبقى صعب جدا الواحد يتحكم نفسه فيه. فدي فعلا معلومه مهمه عايزه اقولها دلوقتي. الحقوا اللي فعلا عايز
اليومين دول دخلت الربيع حلو قوي ان شاء الله تخسوا فيه، خلاص الجسم مش عايز يخزن بيسيب بسهوله، فتخسوا دلوقتي قبل رمضان، لان رمضان هيبقى تاني صعب شويه. الواحد في ناس طبعا بتقدر تخس فيه زياده قوي، لكن الناس اللي هي اصلا مش زياده وبتخاف وعايزه تنزل 5 كيلو ولا تخلي بالها انها صح. في رمضان ممكن يبقى الموضوع صعب، والاغراءات والحاجات اللي بنشوفها الحاجات اللي بنشوفها الفظيعه طبعا في رمضان. طب في رمضان السحور يبقى ايه بقى؟ السحور احنا بنقلب، يعني بيبقى الفطار هو الغداء في العادي، في العشر نصائح سبع خطوات، وبعد كده العشاء العادي بتاعنا، وبعد كده السحور هو الفطار بتاع بتاع السبع خطوات. وغير مسموح بالحلويات القطايف الحاجات المغرية دي؟ تبقى واحدة لو انت معزومة في حتة واحدة، وتبقى مع الشاي بقى بعدين، يعني الشاي اللي بالليمون؟ لا، شاي بالليمون تاخديه وبعدين تستني كده حوالي 3 ساعات وبعدين تاخديه بقى الحاجة الحلوة دي، ما تاخدهوش ابدا مع الوجبة. ايوه الحلو طبعا. لو تاخد مع الوجبة، الوجبة تتخزن كلها، برافو عليك، تتخزن كلها صح. لكن لو انت خدتيها بعد ثلاث ساعات مع قهوة مع شاي او كده، الجسم بيحرقه احسن عن طبعا. مع الوجبة على طول. تمام. بس والواحد ما يزودش، ان الجسم اصلا في رمضان بيتعود على فترة طويلة فبيبقى عارف، فبيدخله اكل بالظبط، بيبقى عارف بعد المغرب انا داخل لي اكل صح. فايه في اول اسبوع يبقى لسه واخد على دماغه مش واخد باله، لكن بعد كده بيبتدي بقى ياخد باله كويس ويبتدي يمتص احسن. طبعا ده بيظبط الصيام، ده بيظبط الجسم قوي، بيخلي الجسم يستريح بس احنا مش بنريحه، احنا بنقعد نديله حاجات غلط. ليكوا فعلا صح، يعني دوش يلحق يهضم اللي قبله. ده شوفي السوبر ماركتس والحاجات من دلوقتي من قبل رمضان بتبقى عامله ازاي. طبعا كان يعني هيحصل مجاعة كمان شهر. أيوة أيوة. يعني فعلا كميه الشراء والحاجات مش مو زحمه زحمه زحمه، كان فعلا السنه كلها ما كانش فيها اكل وفجاه هياكلوا. هو شهر رمضان مش عارفه ليه، مع ان شهر رمضان ده بالذات المفروض ان احنا الناس تخس فيه على فكره، المفروض ان احنا نقلل من اكلنا صح. ناكل الحاجات يعني ناكل التمره الشوربه شويه اكل، نصلي يبقى للعباده، مش كله هم عزايم اكل عزايم اكل، يعني الموضوع بيتقلب تماما. اضحك اضحك المصورين ورا بيضحكوا ماشي عارفين اللي فيها، مفيش حد شاف كده يعني على الاقل ممكن مثلا اول 3 ايام نروح مثلا لاهلنا، ماما حماتي، نزور اقرب الناس، في اول 3 ايام بتبقى جميله، بس بعد كده نركز بقى على ان احنا نبقى مع عيلتنا اللي هو في البيت، وان احنا بالظبط ان احنا ندعي اكتر ونصلي وكده بدل من بالظبط ان شاء الله. عايز تقولي اي حاجه ونختم؟ انا مبسوطه اني معاكي النهارده جدا، أنا ومبسوطه ان شغل عجبك جدا فعلا، ربنا يوفقك، وانت كمان هتطلعي حاجات اكتر واكتر، لانك ما شاء الله في خلال 5 شهور طلعتي الانتاج ده، يبقى انت كل شويه هتلاقي نفسك تعملي حاجه مبدعه اكتر، وهستناكي تيجي تاني ان شاء الله، إن شاء الله بعد كده كام شهر، بحيث ايه نشوف بقى الابداعات اللي زادت عليها ان شاء الله. يعني متخيله مثلا قريب ممكن تبتدي تعرفي تعملي ايه؟ الفصوص اللي هي الحاجات اللي الفصوص ديت بتتباع حاجات بقى الموف والازرق ومش عارفه ايه، تبتدي تدخليها بقى اطعم بيها الشغل بالظبط صح، هتدي بقى رونق تاني يعني مثلا حاجه زي كده مثلا فص واحد مثلا في النص هنا تمام، في كل واحده من دي هتدي حاجه فظيعه ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، تسلم ايدك، ميرسي ليكي، نورتيني، ربنا يخليكي. شكرا، ميرسي. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. عيد سريعا، عملنا ايه؟ عملنا اول الحلقه البلونديز اللي على السفره، عملناها بجنة ميكس، وكان معانا فقره الجده، جدتنا الجميله اللي عملت الكسكسي وجات لنا من بعيد جدا جدا جدا، وبتمنى يا رب تجربوا الوصفات وتقولوا لنا رايكم. وطبعا كان معنا دينا المبدعه الجميله اللي عملت الحاجات الحلوه دي، نورتيني يا حبيبي قلبي. ليك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اشوفكم يا رب على خير ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله. يلا باي باي.